السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. في هذا الفيديو بشرح لكم مجحر او تلسكوب مخفي في هاتف سامسونج لتقريب الاشياء البعيدة، وحتى تقدر تستخدمه للاشياء الدقيقة والصغيرة اللي ما تقدر تشوفها بالعين المجرد. هذا الاداة مخفي، او هذا التلسكوب او المجهر مخفي في الهاتف سامسونج. كيف تظهره، كيف تستخدمه، الحين راح بشرح لك في هذا الفيديو. مثل ما تشوفون عندي هنا اشياء صغيرة، يعني ما يبين الا بالمجهر او بالتلسكوب، فالحين راح بشرح لك كيف توضح هذا الاشياء او كيف تقرب اي شيء بعيد في عن طريق هذا الاداة. اول شيء كيف تفعل هذا الميزة، روح للشاشة اضغط مكان فاضي، اضغط ضغطة مطولة، بيعطيك هنا هذا الاداة، اضغط على تطبيقات المصغرة، لاحظوا تطبيقات المصغرة، بعد ما تضغط على تطبيقات المصغرة انزل لتحت، ابحث عن مكبر، مثل ما تشوفون هذا هو مكبر. طبعا هذا مش تطبيق، لكن أداة موجود في هواتف سامسونج المتطورة. أوكي، مثل ما تشوفون هذا اللي دخلت هنا وما حصلت هذا الأداة مكبر، يعني هاتفك ما يدعم هذا الميزة. اضغط على هذا المكبر، واضغط على المكبر مرة ثانية، واضغط على إضافة، خلاص تم إضافة المكبر في الشاشة. الحين وقت ما تريد تكبر وتقرب وتشوف الأشياء البعيدة، الناس ما تشوفون في هذا الأداء في فلاتر، أوكي مثل ما تشوفون الحين هذا الأشياء المش واضحة بهذا الأداء، يعني عندك الدارك مود راح يوضح لك، يعني يخلي الأشياء واضحة. شوفوا مثلا هذا باللون الأزرق راح يخليه دارك مود، حتى تشوف إذا كان في شيء مش واضح راح يبين. أيضا في أداة تقريب، شوفوا تقريب أوكي، شوفوا أداة هذا الشيء الثاني، شوفوا تقريب أوكي. عندك هنا فلاتر، لو تضغط على الفلاتر هنا عندك فلاتر كثيرة، مثل اللون، تغيير اللون حتى يناسب الورقة اللي معك، حتى يوضح الأشياء الغير قابلة للقراءة. أوكي مثل ما تشوفون فلاتر كثيرة، الأزرق الأصفر وكل الألوان، الدارك مود، اللون الأحمر، أصفر، أزرق، أحمر، كل شيء، يعني حتى يخلي الشيء واضح بما يناسبك. حتى تقدر يعني مثلا الحين هذا الصورة، أوكي نفس ما تشوفون تقدر تلتقط صورة أوكي، والحين تقدر تكبر، شوفوا لاحظوا تكبر بهذا الطريقة وتشوف الأشياء اللي مش واضحة. وهذا الأداء يكبر أكثر من الكاميرا اللي موجودة على الهاتف. وبس يا شباب هذا هو ميزة خرافية، أنصح الكل يجرب. مثل ما تشوفون الدارك مود جدا خرافي، الحين تاخذ صورة وتكبر الجزء اللي تريده وتشوف شو مكتوب هني. وبس يا شباب هذا هو المقطع، إذا عجبكم المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. مع السلامة.